السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم هذا الفيديو غادي نهضروا فيه على الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي اللي خسرنا فيه للاسف ضد جنوب افريقيا، وغنتكلموا على النقاط اللي خاص يخدم عليها الركراكي وليد والاخطاء اللي دارت وما الى ذلك. وفي الاخير غادي يكون عندنا خبرين على جديد انتقال حكيم زياش وكذلك جديد الدولي المغربي الاخر ناصر مزراوي. المهم كما العاده غادي نبارطاجي معكم كل شيء تحت الشعار المختصر المفيد، لذلك بدون اي اطاله ندخل مباشره في العمر ونبداو اكيد مع الماتش ديال المنتخب اللي كان اليوم ضد جنوب افريقيا واللي خسرناه بهدف لهدف، واللي من الوهله الاولى فاش شفت التشكيله اللي دخل بها المدرب وليد الركراكي حسيت اننا غادي نعانيو بزاف تحديدا في مركز خط الوسط، لانه بغياب امرابط صوفيا اللي غادر المعسكر كما عارفين كاملين، زايد اصلا سليم املاح وعز الدين اوناحي مصابين في هذا الشيء راه ماشي ساهل بتاتا، لانه ببساطه املاح سليم فاش كيكون جاهز بدنيا اضافه الى انه تقنيا جيد وذكي تكتيكيا فكيقدم لك ذاك التوازن الدفاعي اضافه الى المسانده الهجوميه، وايضا نحله اوناحي عز الدين كيعطيك ذاك الابداع واللعب السهل الممتنع والمترابطات وما الى ذلك، والمحارب امرابط سفيان كيعطيك ديك القوه والامان مع السرعه في استرجاع وافتكاك الكرات، ولو غاب غير واحد في الثلاثه اللي ذكرناهم اكيد غادي يضمن لك ديك التوازن ديال الفرقه، فما بالك هما غايبين كاملين. هوكاك علاش شفنا اليوم وسط ميدان ديال المنتخب مهلهل والخطوط متباعده وكثره التمريرات الخاطئه، وهذا اوتوماتيكيا غادي يخلينا نهضروا على الدكه ديال المنتخب، لانه من وجهه نظري الشخصيه الحاجه اللي خاص يخدم عليها الركراكي وليد وهي الدكه، بمعنى خاص لابد يتم تقليص جوده بين اللاعبين الاساسيين والبدلاء، لاننا شفنا الاحتياطيين اللي لعبوا اليوم كانوا بعاد بزاف في النيفو على اللاعبين الاساسيين، مثلا كعمران لوزا للامانه المستوى ديالو كان متواضع جدا، وهذا الشيء راه من الماتش اللي فات اللي كان ضد راس الاخضر. اذا ببساطه خاص الركراكي لابد يخدم ويقلب لك على البدائل، لانه منذ اصابه عز الدين اوناحي وكذلك سليم املاح ما لقيناش البديل في نفس المستوى ديالهم، وايضا في هذه المباراه فاش غاب علينا سفيان بوفالو امرابط المنتخب ديالنا للامانه بان عادي جدا. ايضا واحد النقطه مهمه جدا اثارت الانتباه ديالي وهو اثناء اصابه مزراوي نصير واللي بين قوسين هذه هي الماما افريقيا اللي كنت كنقول لكم شحال هذه ليفل، اي المستوى ديال الاندفاع البدني كيكون طالع فيها بزاف. المهم هنا مزراوي كان صاب، ولكن مفاجاه وهو المدرب وليد الركراكي دخل بلاصتو انا الزروري اللي كما عارفين كاملين اكيد بان البوست ديالو كجناح ايمن. اذا السؤال اللي كيطرح نفسه وبالحاح شديد جدا وهو ما فائده استدعاء فهد الموفي الا كانت المشاركه ديالو غادي تكون مستحيله، يعني لو ما كانش غادي يلعب دابا وفي هذه الظرفيه بالذات اللي حنا عندنا فيها خصائص في الاظهره بسبب الاصابات، اذا وقتاش غادي يلعب الموفي فهد علما انه عنده حاليا 27 سنه؟ وهنا كيبان لنا جليا وبالملموس باننا عندنا مشكل في دكه ديال المنتخب الوطني المغربي. المهم من الاخر وركزوا معايا مزيان في هذا الكلام، في اخر ثلاث مباريات لعبنا ضد منتخب البيرو تعادلنا معاهم، وكذلك تعادلنا مع منتخب الراس الاخضر، ودابا للاسف خسرنا مع منتخب جنوب افريقيا. فلا عقلت ديك النهار قلت لكم بارك علينا من التطبال والعيش على انجازات الماضي ديال كاس العالم، ونزلوا شويه الارض باش ما نطيحوش شي طيحه خايبه، بل كاين اللي كيبغى يلقى اعذار على تراجع ديال المنتخب. المهم باش ما نطولش عليكم غادي نعطيكم حلين لا ثالث لهما، يا اما تبقاو مستمتعين وعايشين على ذكريات المونديال والانجاز التاريخي والبحث على الاعذار، او نفيقوا ونخدموا على راسنا ونعاونوا المدرب بالانتقاد البناء، ماشي نطبلوا ليه لان التطبيل غادي يجيبنا غير للوراء فقط، زائد نتعلموا من الاخطاء ونواجهوها ونصحوها ماشي نلقاو ليها الاعذار. ولكن عموما الركراكي وليد لا خوف عليه على المستوى التكتيكي، واكيد غادي يلقى الحلول لبعض المشاكل اللي طحنا فيهم في هذا الماتش وحتى في الماتش اللي فات اللي كان ضد راس الاخضر، فقط الخوف وهو العاطفه ديال الركراكي تنتصر عليه في اخر المطاف، بمعنى يواصل استدعاء بعض اللاعبين اللي كانوا في المونديال القطري الاخير، لان المشكله الوحيده في رايي الشخصي وهو في الكاستينغ، لابد على الخيارات البشريه تحسن اكثر واكثر، لان منطقيا وعقلانيا هي اللي كتنجح لك اي خطه كيف ما كانت، فبدون الخيارات البشريه الجيده واخا يكون عندك المدرب عنده الفكر التكتيكي ديال بيب غوارديولا، وزيد عليها كذلك الخبث وذكاء ديال المدرب جوسي مورينيو، فراه ما غادي يدير والو، وهذا الشيء غادي يخلينا نرجعوا عاوتاني على ان الدكه ثم الدكه ثم الدكه ديال المنتخب، خاص لابد تقوى اكثر وما يبقاش ذاك الفارق الكبير بين اللاعبين الاساسيين والاحتياطيين. عموما حنا كمغاربه كلنا ثقه بان الامور غادي تصلح مستقبلا ان شاء الله، فقط تفائلوا خيرا تجدوه. اما بالنسبه لحكيم زياش واللي في اخر مره كنا هضرنا عليه على ان نادي النصر باغين يتعاقدوا معاه، وبان المغرب عطى الموافقه المبدئيه ديالو كيرحب بالفكره و و و الى اخره، وكنت وعدتكم باننا باقيين غادي نرجعوا نهضروا على هذا الموضوع. المهم قبل ما نهضروا على واحد النقطه اللي غادي تكون مهمه جدا، اليوم صاحبه ديلي ميل قالوا بان رئيس نادي النصر كيستعد للسفر الى لندن في الايام القادمه باش يحسم صفقه الدولي المغربي زياش حكيم، وهذا الخبر طبعا كما كيبان لكم بتاريخ اليوم فقط. ايضا بالمناسبه بغيت نجاوب على بعض التساؤلات اللي كتقول بان زياش مستحيل يغريو بالمال وماشي من نوع المادي و و و الى اخره، فللامانه اللي كيقولوا هذا الكلام قولا واحدا ما متابعيش اخبار حكيم مزيان، لانه ببساطه لا جعنا فلاش باك اي للوراء غادي نكتشفوا بان السبب من الاسباب اللي ما كانتش كتخلي حكيم زياش ينتقل من تشيلسي
الفرنسي يا اما على سبيل الاعاره او بصفه دائمه، وهو ما كانش كيبغي يخفض ليك السالير ديالو. وخير مثال على ذلك هي القصه الطويله ديالو مع نادي الميلان، واللي متبعنا من شحال هذه اكيد غادي يكون عارف التفاصيل لاننا كنا كنبارطاجيوها دائما. زائد مفارقه، وهو حكيم العرض الوحيد اللي كان قبله هو ديال نادي باريس سان جيرمان، اللي كان طبعا على سبيل الاعاره في الانتقال الشتوي الماضيه، واللي كان غادي ياخذ فيه نفس الصالير اللي كياخذو حاليا في نادي تشيلسي. بمعنى زياش حكيم حتى هو كيضرب على راسو كيقلب على العرض الافضل بحاله بحال اي لاعب اخر، وهذا طبعا من حقه اكيد، خصوصا وانا وصل حاليا للسن 30 سنه، وحنا اكيد عارفين بان اللاعبين فاش كيدخلوا للسن 30 كيكون التركيز ديالهم اكثر على العرض المادي اكثر من النادي او الدوري اللي غادي يلعب فيه. زائد واحد الحاجه مهمه ومهمه جدا، وهو زياش حكيم كذلك غادي يبغي يلعب مع الدون صارخ ماتريك كريستيانو رونالدو باش يشكل مع ديك الثنائيه، وهذا ايضا يقدر يغري اللاعب بجانب الراتب الضخم طبعا اللي غادي ياخذه مع نادي النصر، واللي ما غاديش يعطي ليه اي نادي اوروبي حاليا غير باش نكونوا واقعيين فقط. المهم راكم عارفين الفرق بينه وبين اي واحد ما كنبيعش الوهم للناس، وما عنديش مع الكلام العاطفي بتاتا البتة، بحيث كنحلل الوضع او الحدث بالمنطق العقلاني بعيدا عن كلام الشعبويه والتطبال. والدليل والحمد لله كاع ديك التوقعات والتحليل اللي كنحطوهم لكم من بعد مده كتحقق بالملي، وهذا طبعا من فضل الله. والتوقع ديالي هذه المره كيقول بان زياش بنسبه 70% غادي ينتقل للدوري السعودي، وكنزيد ناكد هذا توقع شخصي فقط، ومره اخرى كناكد لبعض المتربصين هذا فقط توقع شخصي في انتظار التاكيد الرسمي طبعا. ايضا كاين واحد الخبر كيهم الدولي المغربي الاخر نصر مزراوي، ولكن بطريقه غير مباشره، واللي كيقول بان نادي بايرن ميونخ كيدرس باش يتعاقد مع الظهير الايمن ديال مانشستر سيتي اللي هو الانجليزي كايل ووكر. وطبعا فاش كنقول بان بايرن ميونخ بغى يتعاقد لك مع شي لاعب، فاوتوماتيكيا كنعنيو بان توماس قاس حراس هو اللي طالب لك اللاعب بالاسم. والدليل وحسب صحيفه ديسان بريطانيه قالوا بان توخيل من اشد المعجبين بعقليه ووكر، بل اكثر من هذا قالوا انه تم اجراء محادثات اوليه بين اللاعب والنادي البافاري. وبين قوسين هذا الخبر راه بارطاجته العديد والعديد من الصحف، منها صحيفه ديسان اللي ذكرناها قبيله، اضافه الى سبور وان الالمانيه وموقع جول العالمي، ثم سكاي سبور وزيد على ذلك. وحتى لنا كنكون وصلنا لخشام، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.